هذا القرار. نفس الموضوع أيضا فروز اليوسف سكرتير عام النقابة يتسبب في استقالة هاني شاكر. روزا اليوسف بتقول انها علمت انه سبب تقدم نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر سكرتير عام النقابه هو كان السبب، بعد ان ارسل للنقيب مجموعه من اقاربه لتهديده في حال ايقافه بعد اتهام السكرتير بتزوير كرنيهات للعضويه لاحدى المطربات المغمورات واستدعائه من جانب النيابه العامه للتحقيق في هذا الشان، وده على عهده روزا اليوسف.